مساء الخير. لا تزال الأجواء المشحونة والمتوترة تسود العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على خلفية زحف جبهة تحرير تيغراي اتجاه العاصمة، واعتبار الوصول إلى قلب هذه العاصمة هدفا لإسقاط حكومة أبي أحمد سواء بالحرب أو بالسلم. الحكومة بدورها لم تتوقف مكتوفة الأيدي منذ بدء تقدم الجبهة، وفي أحدث محاولة منها لحشد الدعم الشعبي للحرب ضد جبهة تحرير شعبي تيغراي وحلفائها، نظمت مسيرات داعمة لها ترفض دخول تيغراي إلى العاصمة. فماذا بعد إعلان التعبئة العامة والدعم الشعبي للحرب ضد تيغراي؟ وما هي ارتدادات تقدم جبهة تحرير تيغراي نحو أديس أبابا؟ وما مصير العاصمة؟ تعيش إثيوبيا هذه الأيام على صفيح ساخن، فجبهة تحرير تيغراي وحلفاؤها توعدوا أبي أحمد بإسقاط حكومته سلما أو حربا والدخول إلى عاصمة البلاد أديس أبابا لتحقيق هذا الهدف. وعود الجبهة أثارت مخاوف الكثير من الإثيوبيين والمجتمع الدولي من أن عناصرها سينتقمون من سكانها الذين خرج عشرات الآلاف منهم في مظاهرة يوم الأحد مستنكرين تهديداتها حيال المدينة. تلك المخاوف فندها المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جيتاتشيو رضا في تصريحات لوكالة فرانس بريس، مؤكدا أنه لن يكون هناك حمام دم في أديس أبابا حسب وصفه، وأن سكان المدينة لا يعارضونهم بشدة كما يخيل للبعض. رضا أكد أيضا أن مقاتلي الجبهة يتقدمون نحو الجنوب ويقتربون من مدينة أتاي التي تبعد 270 كيلومترا شمال العاصمة، التي جزم بأنها ليست هدفا بالنسبة لهم، لكنهم يريدون التأكد من أن رئيس الوزراء لا يشكل تهديدا لشعب تيغراي. وأضاف المتحدث بأنهم يرغبون في التأكد من أن صوتهم مسموع، ومن أنهم سيمارسون حقهم في تقرير مصيرهم، خاصة إذا ما نظم استفتاء لتقرير ما إذا كان إقليم تيغراي يريد أن يبقى في إثيوبيا أو أن يصبح مستقلا. وكانت قوات الحكومة الاتحادية قد أعلنت الحرب على جبهة تحرير تيغراي في 22 نوفمبر من العام الماضي، وسيطرت على عاصمة الإقليم قبل أن يقلب عناصر جبهة الطاولة على القوات الحكومية في حزيران يونيو الفائت ويعاود السيطرة على عاصمتهم مجددا والتقدم جنوبا نحو العاصمة المركزية أديس أبابا. للنقاش من ستوكهولم ينضم إلي ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أهلا بك معنا. ومن القاهرة أيضا ينضم إلي محمد ناصر اليمني محلل سياسي، أيضا أهلا بك أستاذ محمد. وسأبدأ من عندك، يعني مع استمرار تقدم جبهة تحرير تيغراي نحو أديس أبابا وأصبحت على بعد أقل من 300 كيلومتر من العاصمة، تكثر الاستفهامات حول مصيرها، لكن الاستفهام الأبرز الذي يطرح نفسه أستاذ محمد، هل سنكون أمام مواجهة بعد إعلان التعبئة العامة والتقدم المستمر؟ أولا أبدأ بسم الله وتحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين والمتابعين، ده أولا. ثانيا يعني أنا أذكر رقما مهما جدا، منذ عام بعد اندلاع الصراع الكبير بين رئيس الوزراء أبي أحمد وكذلك تيغراي مع هذه الجبهة الشعبية الكبيرة هناك في أثيوبيا، أكثر من آلاف الأثيوبيين تم قتلهم في هذه المواجهة الكبيرة جدا، يعني أكثر من 30,000 منذ عام واحد. هذا نقطة وهذه رقم واحد. رقم اثنين، يعني نتكلم هنا عن هذه المشكلة الكبيرة والكواليس التي تقع هناك. يعني عندما يقول رئيس الوزراء أبي أحمد للمواطنين الأثيوبيين ويريد منهم أن يحملوا السلاح في مواجهة تيغراي وهذه الجبهة الشعبية، ومن الجانب الآخر تيغراي أيضا تقول لابد
أن يعني يتمسكون أو أن هذا رئيس الوزراء أبي أحمد يشال عن السلطة تماما ويوصلون إلى السلطة الرئاسية هناك في أثيوبيا، لأن أبي أحمد لا يريد التدخلات الخارجية، هذا أمر. أما الأمر الأكثر أهمية الذي أراه هو في تعنت كبير في هذه القضية الأثيوبية بين رئيس الوزراء وأيضا بالنسبة للجبهة الشعبية تيجراي، لأن التعنت كبير، هو لا يريد التدخل الأمريكي بالذات وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا أذكر الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير في القرن الأفريقي، وتعتبر أثيوبيا هي الدولة الكبيرة جدا جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما النقطة الثالثة، يعني الموقف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو موقف ضعيف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى السلم وإلى الحل السلمي وليس الحل العسكري، لأن لا يوجد حل العسكري، لأن الحل العسكري يعني يمد لنا صراعات كبيرة في أثيوبيا، ويقع حوادث كثيرة وجرائم قتل كثيرة جدا هناك في أثيوبيا. يعني نتكلم عن هذه القضية التي اندلعت منذ سنوات ماضية، يعني قبل 2018، قبل أن يصل رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة، كانت هذه الجبهة الشعبية كان لها سلطة كبيرة، وكان لها يعني صعود كبير واستمرارية في القتل والصراع هناك. ولكن عندما جاء رئيس الوزراء أبي أحمد حد من هذه الصراعات، وكان يعني بمثابة قوة كبيرة جدا لهذه الجبهة، حتى الجبهة في بعض التصريحات لها قالت لابد أن نصل، وقال لابد من حكومة انتقالية سواء كانت بالقوة أو بالمفاوضات. وبالجانب الآخر بالنسبة لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يقول أن هذا الكلام هراء ولا أستمع له، وأنا يعني أدعو المواطنين الأثيوبيين، حتى يوجد رجل بارز في القوات المسلحة الأثيوبية يقول لابد من انضمام المتقاعدين سابقا والمحاربين سابقا وإلى الشباب إلى انضمام الجيش لمحاربة جبهة الشعبية تيجراي. طيب أستاذ ياسين، يعني هذه الدعوة التي نتحدث عنها اليوم، دعوة أبي أحمد الشارع الأثيوبي ودعوة ضباط متقاعدين في الجيش والدعوة إلى التعبئة العامة، في ظل هذا التقدم وفي ظل إطلاق جبهة تحرير تيجراي تصريحات بأنها كانت بالحرب أو بالسلم فأنها ستدخل إلى قلب العاصمة، إلى مدى يمكن أن تؤول الأمور؟ ما ارتدادات كل هذه التصريحات من الجانبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين وضيفك الكريم. أنا بتقديري أولا، يعني لقد رأينا بالأمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وكثير من المدن الكبرى في أثيوبيا مظاهرات مليونية تدعم الحكومة الأثيوبية وتدعم الجيش الأثيوبي في حربه ضد المتمردين من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وغيرهم أيضا من الجماعات المتمردة والإرهابية. فبالتالي هذا الحشد، هذه المظاهرات المليونية التي خرجت ويعني هي تعطي رسالة واضحة للعالم أنها لا تقبل التدخل في الشأن الداخلي سواء كان من الدول القوى الدولية حتى القوى الإقليمية أو حتى بعض الدول في الإقليم. فبالتالي هذه رسالة واضحة لمن يعني يريد أن يشكك في ما يجري. أما أن القوات المتمردين من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي محاصرة الآن، هي محاصرة ما بين مدينة يعني ولدية ومدينة دسة، لا تستطيع حتى أن تعود إلى إقليمها ولا تستطيع أن تزحف نحو أديس أبابا. هناك تضخيم إعلامي لأن هناك في أطراف حقيقة يعني في الصراع قوة دولية وقوة إقليمية تراهن على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لكن على الأرض على الواقع أن الشعب الأثيوبي متحد، ليس لديها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي سند شعبي أو سياسي، فبالتالي هي تعيش عزلة سياسية
وتتكبد خسائر عسكرية يوما بعد يوم. فهذا كل تضخيم في حال لأسف الشديد دعني أكمل نعم دعني أعطيت فرصة للضيف المصري يعني يتكلم. فبالتالي حقيقة الآن كل ما يجري محاولات الالتفاف على الشرعية الدستورية. الآن هناك الشعب الأثيوبي خرج وأيد يؤيد الجيش الأثيوبي. فبالتالي الآن ما نراه حقيقة بعد الدول الإقليمية التي لديها أطراف يعني طرف صراع مثل يعني مصر الشقيقة هي تراهن على عدم استقرار أثيوبيا، لأنه هذا يخدم مصلحة مصر فيما يتعلق صد النهضة، ولكن الشعب الأثيوبي لا يقبل بحال من الأحوال ولا حتى الحكومة الأثيوبية التدخل في شؤونها الداخلية. لأنه نرى مثلا الآن حقيقة في مصر الآن رأينا الدولة المصرية قضت على الإرهابيين في سيناء بعد 5 سنوات، لأنه جماعات الإرهابية في سيناء كانت تتعامل بحرب العصابات. فبالتالي الآن في أثيوبيا أيضا كمان نفس الشيء، هناك في حرب عصابات من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. فبالتالي أن ما يجري في أثيوبيا هناك أطراف إقليمية ودولية مستفيدة منه، ولكن لن يتحقق أي تدخل في الشأن الداخلي، لأن هناك أيضا قوى دولية مثل روسيا والصين وتركيا والدول الخليج وبعض الدول الأفريقية كثير منها تدعم التحول الديمقراطي الذي يجري في أثيوبيا. سأتوجه بسؤالي لك أيضا أستاذ ياسين في ظل ما تتحدث عنه يعني وهذه المقاربة مع مصر في القضاء على الإرهاب والانتظار لمدة 5 سنوات إلى حين القضاء عليه، لكن اليوم في إثيوبيا تحديدا ألا يمكن أن تذهب الأمور إلى الخشية من استبعاد عرقيات وقوميات معينة حتى وإن كانت هذه الجهات التي تصفها بالإرهابية تستغل هذه العرقيات لصالحها، أليس هناك تهديد للعرقيات والقوميات والإثنيات المختلفة اليوم في إثيوبيا؟ نعم، يعني أنا بتقديري أن لدينا هناك النظام الفيدرالية الإثنية، الفيدرالية الإثنية التي ودعتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع حلفائها من الأحزاب الأخرى القوميات الأخرى. هذا النظام الفيدرالية الإثنية استمر ل 27 سنة. الخلل ليس في النظام الفيدرالي الإثني، الخلل كان المشكلة كانت تكمن في تطبيق النظام الفيدرالي الإثني بطريقة ديمقراطية بطريقة تشرك كل القوميات، لأن عندما تم تقسيم أثيوبيا إلى 9 قوميات إثنية فبالتالي لم تشارك كل هذه القوميات، كان الخلل والمشكلة في التطبيق، لم يكن تطبيقا ديمقراطيا بحيث فيه تقاسم السلطة والثروة. ولذلك من يتحمل عدم تطبيق الفيدرالية الإثنية هي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. عندما الآن سار إصلاح قام طالب الشعب الأثيوبي بعملية الإصلاح وتم على أثر انتخاب الدكتور أبي أحمد، رأينا في خلال 3 سنوات تحولا ديمقراطيا، وهذا التحول الديمقراطي مرحلة انتقالية توج بانتخابات نزيهة، صوت أكثر من 40 مليون ناخب أثيوبي وانتخب ممثليه. فبالتالي إذن الآن الإشكالية هو تطبيق، كيف يتم تطبيق الفيدرالية الإثنية تطبيقا ديمقراطيا بحيث إشراك كل القوميات. في حكم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كان هناك 4 قوميات تتقاسم وتحتكر السلطة، أما الآن كل القوميات تشارك، القوميات ذات الأغلبية وذات الأقلية تشارك في تداول السلطة. لدينا هناك 3 حقائب وزارية من نصيب المعارضة الأثيوبية. المعارضة جميل. الأثيوبية الآن تشترك في الحكومة ب3 حقائب وزارية. طيب أستاذ محمد، ما رأيك فيما تحدث به ضيفي أستاذ ياسين؟ يعني اليوم جبهة تحرير تيغراي بحسب ما ذهب إليه هي من تتحمل مسؤولية عدم تطبيق نظام الفيدرالي ونظام الإثنيات كما تفضل ضيفي أستاذ ياسين، ولماذا تصر مجددا على الذهاب إلى العاصمة وتقول بأنها ليست هدف له وإنما الهدف له بأن أن تضمن أبي أحمد ألا يؤذي وألا يخطأ بشأن شعب تيغراي وأيضا بالإضافة إلى الشعوب المتحالفة معها والقوميات الأخيرة التي انضمت من خلال التحالف؟
يعني هو بالنسبة يعني للجبهة الشعبية تيجراي، هي تريد إسقاط رئيس الوزراء أبي أحمد، وكما قال الضيف الكريم كما حدث في سيناء منذ السنوات الماضية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على الإرهاب، هذا من جانب. أم من جانب آخر هو يقول أن رئيس الوزراء أبي أحمد منذ جاء إلى السلطة وجاء إلى أثيوبيا وتم انتخابه من قبل الأثيوبيين، هذا أمر. أما الأكثر أهمية، الأمر الأكثر أهمية الذي أراه من وجهة نظري، أن هذه القضية الكبيرة، يعني يوجد الجبهة الشعبية التجاري بالنسبة لهم هم يريدون إسقاط أديس أبابا، أو يريدون إسقاط رئيس الوزراء أبي أحمد، هذا رقم واحد. أما رقم اثنين بالنسبة لهذه القضية الكبيرة، نتكلم ونخرج عن السياق ونتكلم عن دور الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير، وتم الحديث بالنسبة للرئيس الأمريكي بايدن عندما قال نحن لن نتدخل في الشأن الأثيوبي، ولكن يعني في سياق آخر يريد أن الصين يتم تدخلها في هذا الأمر، لأن الصين لها دور كبير باستثماراتها ومدخراتها الكبيرة هناك في أثيوبيا، لأن الصين هي معترفة تماما بالصراعات التي توجد هناك في أثيوبيا، وهي مع الفريق الكبير هناك مع رئيس الوزراء الأثيوبي. هذه الصراعات سوف تحدث مؤامرات كثيرة جدا، لأن لا يوجد حلول في هذا التوقيت الذي يوجد الآن، هي صراعات وانقسامات وعند بين الطرفين. ومنذ تصريحات قديمة قالت الولايات المتحدة لابد من الجلوس على طاولة واحدة بالنسبة لرئيس الوزراء أبي أحمد، وأيضا بالنسبة لجبهة تحرير تيجراي على طاولة واحدة للوصول إلى حل جذري، حتى يخرجون من هذه الأزمة، لأن أكثر من مليوني شخص أثيوبي تم خروجهم من ديارهم منذ السنوات أو السنة الماضية. جميل. أستاذ يزين، يعني الدعوات لأبي أحمد لم تتوقف كما ذكر ضيفي، كان هناك دعوات الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع جبهة تحرير تيجراي تفاديا لهذا السيناريو الذي يخشاه الجميع، الإثيوبيون في الداخل وأيضا الدول ذات المصالح هناك تخشى مآلات هذا الصراع الذي قد يحدث وقد يذهب بإثيوبيا إلى ما لا يحمد عقباه كما يقال. لماذا تفادى أبي أحمد هذه الدعوات؟ وبعد هذه الدعوات قام بزيارة إلى تركيا، وقام أيضا باستخدام طائرات مسيرة شن بها هجمات على جبهة تحرير تيجراي أو الأقليم. أولا دعيني أعقب على الأستاذ محمد ناصر ضيف المصري، فأولا أقول يعني الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لا تستطيع أن تسقط الحكومة الأثيوبية أو إسقاط يعني رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد، لأنها منتخبة ولديها الشرعية الدستورية. الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي تمثل 6% من الشعب الأثيوبي، 120 مليون تعداده، فبالتالي حتى الجبهة الشعبية كحزب سياسي لا يمثل شعب تيجراي. أنا أثيوبي من قومية تيجراي، أعلم عن ماذا أتحدث. هناك في أحزاب معارضة في داخل إقليم تيجراي لا يسمع صوتها. لو كان هناك ديمقراطية حقيقية في إقليم تيجراي، ما كان شعبنا في إقليم تيجراي يصل إلى ما وصل إليه من محاصرة وإشكالية بسبب التعنت ومشاكل، بسبب مغامرة وهيمنة واحتكار السلطة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إقليم تيجراي. هناك الآن الشعب تيجراي والشعب الإثيوبي لا يرى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ليست هي الممثل الوحيد، بل هناك في أحزاب معارضة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في داخل إقليم تيجراي وفي أديس أبابا هي الممثل، أيضا تمثل الشعب تيجراي. فبالتالي حتى الحكومة الأثيوبية تريد أن تتفاوض مع الأحزاب المعارضة للجبهة الشعبية لتيجراي التي لم تشارك في الحرب، وهي أحزاب سياسية ولديها حلول ولديها رؤية. أما أن يتم إسقاط، كيف تستطيع أن تسقط جبهة هي معزولة سياسيا ومحاصرة عسكريا؟ هذا واحد. الشيء الثاني، لماذا فسحت المجال للجبهة أيضا؟ ردا على سؤالك، كل المحاولات الوساطة سواء كانت
من خلال المبعوث الامريكي السيد فيل جيفري فيلتمان او حتى الاتحاد الافريقي، كلها الحكومه الاثيوبيه ترحب بها، لكن لديها شروط. ان هذه من ضمن الشروط ان لا تعترف بالجبهه الشعبيه لتحرير تيغراي لانها خرجت على القانون، لان اقدمت على الهجوم على القاعده الشماليه، هي التي بدات الحرب عندما اقدمت على هجوم عسكري على القاعدة الشمالية في إقليم تيغراي في مقلة. هذه القاعدة الشمالية هي التي بنتها لحماية الدولة، لكنها تريد أن تعمل انقلاب. فبالتالي من حق أثيوبيا الآن أن تعقد أي اتفاقيات عسكرية مع تركيا، مع الدول الأخرى، مع روسيا ومع الصين. لماذا؟ لأن أثيوبيا ما محرمة دوليا، ليس يعني محظورة دوليا أن تعقد اتفاقيات تعاون عسكري وتشتري الأسلحة سواء كانت طيارات أو أخرى. فبالتالي هذا من حق أثيوبيا أن تدافع عن نفسها، كما هو الآن من حق مصر، لديها عقود طيارات الرفال وغيرها مع فرنسا مع أمريكا. فبالتالي أيضا هذا حق مشروع لأثيوبيا لكي تدافع عن أمنها القومي وأمنها الإقليمي. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي من ستوكهولم ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية. شكرا لك. وأيضا ضيفي من القاهرة محمد ناصر اليمني، محلل سياسي. شكرا جزيلا لك أيضا على كل الإيضاحات.